خلونا نتكلم عن فيتامين دال. تعرفين فيتامين دال؟ لا. السلام عليكم. توكل على الله. توكل على الله يا توكل على الله. توكل على الله. توكل على الله. توكل على الله. فيتامين دال. نسمع وايد عن فيتامين دال. عندك نقص فيتامين دال؟ قوم وتعال اخذه. الموضوع مو كذي يا جماعة. أول شيء خلنا نفهم فيتامين دال. شلون يدش داخل جسمنا؟ ودائما مرتبط فيتامين دال مع الشمس. شنو فيها الشمس؟ الشمس يا جماعة فيها أشعة. الأشعة تطق جلدنا. تحت الجلد في عندنا نوع من انواع الكوليسترول. شنو اسمه؟ احفظ. 7 دي هايدرو كوليسترول. هيا 7 دي هايدرو كوليسترول. هذا شنو؟ هذا موجود تحت جلدك. اذا الشمس طقته يقوم يتحول الى فيتامين دال. هاي روحك. عرفنا يا جماعه؟ الشمس تطق الكوليسترول اللي تحت الجلد يتحول فيتامين دال. زين على طول يتحول؟ لا، لازم يمر على الكبد وبعدين على الكلتين. من يطلع من الكلتين يصير نشط. واضح يا جماعة؟ زين، من اللي يخليه نشط؟ خلاص من اللي يخليه نشط؟ المغنيسيوم. يعني فيتامين دال رفيج المغنيسيوم. بالضبط، ما يصير تاخذ دال بروحه، لازم مع المغنيسيوم. واضح؟ وايد ناس عندهم شنو هذا؟ يلا ما وايد ناس عندهم فيتامين دال يشوفونه بالفحص عالي جدا، ولكن في أعراض فيتامين دال. يعني من أعراضه إنه مثلا لما يمشي يحس بعوار ويحس عظمه يعوره وخمول، هذه أعراض فيتامين دال، ولكن بالفحص فيتامين دال عالي. هذا دليل إن فيتامين دال موجود بجسمه ولكن مو نشط داخل خلايا، يعني بس موجود، يعني وجوده وعدم وجوده واحد. من اللي نشطه؟ منو قلنا؟ المغنيسيوم. واضح؟